السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتكلم عن موضوع راح يخدم الكثير ويساعد الكثير، اللي هو كيف أصنع كومبوست بسيط وسريع. الكومبوست هذا يتكون من مادتين فقط، اللي هما العناصر الرئيسية اللي يحتاجها أي كومبوست، اللي هي مواد نيتروجينية ومواد كربونية. اللي نحتاجه حق هذا الشيء اللي هو مثل ما تكلمنا في فيديو استخدام القهوة في الحديقة، واللي ما شاف الفيديو راح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة. فهذه بن مستخدم أو قهوة مستخدمة، خذتها من مقهى قريب من البيت عندي. والشيء الثاني اللي راح استخدمه اللي هو الله يعزكم التبن أو القش اللي موجود عندي في البيت، عندي زيادة منه استخدمته حق المهاد في البيت وكذا وزاد منه، فقلت أراويكم الطريقة إن احنا نصنع سماد مثل هذه بشكل بسيط وسريع. تاريخ اليوم هو 30 ديسمبر، فراح نتابع مرحلة تحول هذه المواد إلى كومبوست ونشوف إيش قد وقت تاخذ. فأول شيء راح أسويه اللي هو راح أضيف كمية من التبن الله يعزكم أو القش. وبهذا الشكل احنا نتأكد ان خلطنا المواد الكربونية مع المواد النيتروجينية الى داخل الصندوق، لان ما نبغي تكون في طبقة في الاسفل بس قهوة وما في اي مواد كربونية، لان المواد الكربونية شوي تمتص الرطوبة وتبتدي تتحول الى كومبوست، فمهمة لمسألة توازن السماد. ايضا لان احنا نستخدم الله يعزكم التبن او القش، فأخفف من مسألة تكدس القهوة، وأتوقع أنه لما ينتهي الكومبوست عندي راح يكون جدا خفيف ويعني ما في كتل كبيرة، لأن بسبب المواد عندي تبن الله يعزكم اللي هو قطع صغيرة وعندي قهوة، فراح يكون خفيف جدا وناعم، يعني قصدي أنه القطع صغيرة ما في كتل. فاللي راح أسويه الحين ما راح أضيف لأي رطوبة، لأن في رطوبة كافية في البن نفسه، فمجرد أني راح أغطي الصندوق وراح أخليه وراح نرجع له بعد أسبوع ونقلب المواد ونشوف. قد نحتاج أن نضيف زيادة من التبن أو القش، راح نشوف حسب الحاجة، ولكن الحين مجرد راح أغطيه وأخليه يبتدي يتحلل. الحين نشوف الحين تقريبا بعد مرور أسبوع، يعني قاصر زايد شوية، المواد شبه تحللت، يعني وصلت مرحلة شبه خلنا نقول منتصف التحلل، نص متحللة. اللي راح أسويه معاكم بس علشان أبين لكم مسألة التحلل، عندي هذه الجهاز وهو مقياس حرارة، حاليا هذه هو الطرف اللي نقيس فيه الحرارة، مبين عندي إن الحرارة 23 درجة مئوية. راح أغرس هذه المقياس في وسط المواد وراح نشوف كم توصل الحرارة عندي. الحرارة على طول فزت الحين 32 وقاعدة تصعد. نحط في بالنا أن هذه بعد أسبوع من التحلل، خلنا نشوف الحرارة كم توقف. الحرارة حاليا عندي 36 درجة، يعني في حرارة مقارنة بالجو الخارجي، ولكن في بداية الأسبوع كانت الحرارة أعلى طبعا. فاللي راح أسويه الحين راح أرد أقلب المواد بشكل كامل، مهم أن نوصل إلى أسفل الصندوق ونقلب كل المواد ونهويها مرة ثانية، وراح نرد نخليها بعد أسبوع ونرجع نشوف بعد ثاني أسبوع وين نوصل من ناحية هذه الكومبوست البسيط والسريع. الحين مثل ما احنا شايفين في تاريخ 1 فبراير، للأسف تأخرت على المشروع شوية بسبب ظروف شخصية انشغلت فيها منعتني ان اتابع الموضوع. كان الهدف ان ينتهي الكومبوست خلال تقريبا اسبوعين الى 3 بالكثير، ولكن قدر الله ما شاء فعل. يعني فالحين مثل ما احنا شايفين الطبقة الفوقية نعم فيها شوي مواد غير متحللة، ولكن في الوسط لا، اغلب المواد شبه متحللة، ويعني هذه كومبوست انا ممكن استعمله في هذه المرحلة، يعني واصل مرحلة ان انا ممكن استخدمه.
مثل ما احنا شايفين. فهذه بس حبيت ابين لكم ان حتى اللي ما عنده مساحة او ما عنده مواد وبالذات اللي يعانون من المواد الكربونية ممكن نصنع كومبوست عندنا في البيت باستخدام مواد من الخارج. مثل ما بينت لكم القهوة والتبن هذه مجرد مثال واحد من الأشياء اللي ممكن نستخدمها عشان نصنع الكومبوست عندنا في البيت. فهذه الكومبوست أنا سويتها علشان مشروع معين اللي هو التخضير في المناطق العامة. للي تابعني في الإنستغرام يشوف بعض الأشجار اللي زرعناها في الأماكن العامة، فهذه راح أستخدمها علشان أسمد الأشجار هذه، وإن شاء الله راح أحاول أسوي زيادة منه علشان نستخدمه حق هذه الأشجار. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.